ده تقرير عن موسمان البدايات، البدايات اللي احنا ان شاء الله بنتمنى ان هي تستمر حتى بعد البطولة الأفريقية. احنا عندنا اهداف كتيرة جدا. يعني كابتن شريف، من التقرير ده لفت نظري، عشان حضرتك يمكن كنت مهاجم متميز وكنت اكتر الناس اللي بتدافع عن مروان محسن. شايف ان هو حتى بعد ماتش امبارح تحديدا ازاي فرق تألقه مع موسمان؟ زي ما كنا بنتكلم احنا وخلال التقرير، بقى في شخصيه، حد واقف بره على الخط، في حد انا حاسس بيه وانا بلعب، عندي تعليمات ولو كانت قليله. زي ما بيقول عادل، لا احنا لسه مش هنمجد وهنقول، لا ده احنا لسه عايزين نتائج بوادر يعني. لا ده انا عايز العب وحش واكسب الماتشات الجايه دي. انا عايز نتيجه. هو قال كده على فكره. مش اوعى حد يسالني يقول لي موسيماني عمل كوره، موسيماني عمل الضغط، موسيماني. لا احنا عايزين موسيماني عايز يطلع سليم الماتش الجاي باي شكل، يبقى في الفاينل هنسقف كلنا. موسيماني لعب ماتش هايل زي نجم الساحلي اللي لعبناه 10 في اول بطوله، واتغلبنا 1-0 هناك. ما رجعناش سقفنا ولا حاجه، قلنا لعبنا كويس، بس النتيجه دايما وفي المراحل اللي هي النهائيه دي، البطولات والنهائيات هي الاخيره، النهائيات والنهائيات. الشخصيات بقى اللي بتبقى موجوده وتحسسني بوجودها، وبحس انا كلاعب بقيمتي لما يرجع صالح مثلا ويروح منزل قفشه وصالح ويديهم ثقه في بعض ويدي مركزين مع واحد الراجل بيحاول يقرب من اللعيبه، بيحاول يخلي اللعيبه تحبه. وده الوقت ده صعب قوي انك تدرجم كل اللي فات وقت ضيق في اسبوعين ثلاثه اربعه بنتائج، لان ده شخصيتك انت، انت ما بتقبلش غير الفوز. يعني حتى وانت رايح هناك المغرب تبقى عايز تكسب بسهوله، ارجع متعادل. لا انت عندك شخصيه هناك من اللعيبه دي، وان هي بتعرف تروح على الجول. بالنسبه لمروان، زي ما حضرتك اتفضلت، مروان كنت من اكثر الناس المدافعين عنه يعني في ظل هي نيد سبورت في الملعب. يعني ايه سبورت؟ يعني ايه ينط الراجل ده يعمل له الكره بدماغه وهو ياخد ويترجم، يروح الباك ويعملها له صح، فهو يعمل الحته بتاعته السينك ويروح معدي ويروح تجي له الكره وعملها مرتين، مره عملها له الشناوي وراح حاططها على وش رجله ورد. وانا كنت في قناه ثانيه بتكلم، قلت قاعدين يقولوا لي مين احسن مهاجم؟ قلت لهم انا لو قلت بعد ماتش الزمالك مروان محسن دلوقتي هتحفلوا عليا كلكم وهتطلعوا عليا تقولوا بس دي رايك. مروان محسن اللي ساب الكوره وعمل، قلت فنصروا ربنا الماتش اللي بعديه على طول ونصرني معاه. ليه؟ ايوه لا من انا كنت بجري في الشقه لما جاب الجون، انا نطيت انا قلت له ربنا نصرك ونصرني معاك يعني، فاهم؟ لان انا شايف ازاي تلعب بالراجل ده، برده كان بيخش منطقه الجزاء وبيشوط ازاي تتحرك جوه منطقه الجزاء دي حس فرويد، حس سترايكر، مش اي حد. في لعيبه كتير قوي في مصر عندها نفس كده، بس ما عندهاش التيم بتاع الاهلي، ما عندهاش التيم بتاع الزمالك مثلا، ما عندهاش الاجناب اللي بتشتغل بشكل كويس قوي في الشكل الطبيعي. لما يبقى عندك علي معلول وكان عندك لعيبه قبل كده وتعملي الشكل الناحيه الشمال، واجايده كانت قصه ثانيه، لان في وجود معلول ووجود كان رمضان. اعتقد رمضان، قليل ان رمضان جاله اصابه ما شفتوش فتره بعيده قوي، والنادي الاهلي كان مستمر في الانتصارات ومستمر، وكان جايبي عامل جبهه كويسه قوي، عامل شغل معوض الدنيا كلها. فدي شخصيات اللي احنا بنعتمد عليها الفتره الجايه اللي حضرتك بتسال عليها، شخصيه عوده مروان. هدفين منهم الاولاني صعب جدا انك توقفي وتسرقي وتروحي تعملي بشكل احنا كلاعيبه نقول عليه كده حرامي، ده راجل سرق الجول ده. الناحيه الثانيه ده راجل هادي واعصابه جميله وحافظ الحته دي كلها وبيحط الكره بكل استقرار. يجوز بقى الخط اللي قاعد بره ده هو اللي اداله الثقه دي، يجوز قال له كلمتين يا هاني رجعه ان هو يقف على رجل جديده في الملعب يتحرك، بدل ما كان بيضرب سبرنتات على الفاضي والهوا والراجل قاعد تاني كده عارف انه ماشي ماشي. ولا اخر ماتش انا ما شفتوش ادى تعليق واحد، هو كان كلامه قليل جدا في الملعب. لا ده غير كلامه، الماتش الاخراني فاير ما كلمش لعيب واحد في الملعب، ماشي الصبح الساعه 7 الا ربع طياره باريس دي مش فاضي، هو مش هي دازنت كير يعني مش فاضي. انما لما تبقى تلاقي حد بيحاول زي ما انتم بتقولوا وعادل بيقول بيحب الاهلي ونفسه يبقى في الاهلي ونفسه يكسب الاهلي، والفرقه دي كسبته وهم كسبها ما صدقش، هي اللي يعني الاهلي عمله والاهلي جابه يعني، فاهم ازاي؟ عمله في في الماتش اللي هو الاولاني ده والاهلي جابه، فجود لك للراجل. واحنا بنعمل سبورت دايما للعيبه كلها، صحيح. عدم اصابات، عدم اي حاجه. فانا يعني املنا كله ان مصر هي باذن الله اللي تتوج، وخاصه النادي الاهلي بكاس افريقيا.